عارفها الصح ديال هذا ديال البوم، والسيرة اللي تكون لا بوبليك غادي غادي تبدا ان شاء الله في لوكا اللي نهار 14/6 غادي تكون لونسمون في الرباط. ابخي غادي يكون الدوزيام دار كاينة في 7 جوان كاينة غتكون في جديدة. ابخي لو ديس كاينة في الفنادق، ونهار 17 غتكون في تالو دانت. غادي نبدلو ريتور، مي كاينين لعيبات اخرين غيكونو في الاخر ديال العام. وثالث حاجه اللي بغينا نهضروا فيها هي اللونسمون ديال تروازيام اكستخي ديال لالبوم ديال جلوري، اللي اليوم غادي يخرج مع نسالو لا كونفيرونس، غادي يكون اكسكلوزيف على ام اف ام، وغدا ان شاء الله مع ستة ونص غادي تكون ميكري سور الماشي. يخرج وفاجئ له الحال، يعني مابقاش فوق يدو اللي حنا قبل رمضان اير كامينو ما جاتني ناقصه زعما البيبليك، يعني كنت سنة 3 سنين وفي الاخر طلع في الالبوم واحد بهذاك الستايل اللي كان ندير 2019. دونك صافي يلا بدنا نخدم، كنت سنين حنا ناعسين نوض تخدم في البوم اللي فيه 25 ديسك، مع كان معايا حسن ابزو لانجل سون اللي معايا، وكاين لي بيت ميكرز هما زعما اللي عطاوني ديك الدفعه الواعره في البوم، وكاين جبدوا فريمون لي بيت واعر منهم شي من ستة شي واحد. كاين اطلانتيس بيل، كاين اريان اكس، كاين تيمو فيتشي، اكاي فيز، مونك نايت، ساتو فيز، هادو هما اللي خدموا معايا زعما هاد لابون ديال جلوري. لي تيتر كاملين كيدرو زعما على كاين مع الباسيف، كاين مع الديب، كاين مع الديبرو، كاين سايكو بيل، كاين الضحى، سون فلو، واحد جوج دراري مختارين الصراحة بحال سميتهم كنعرف سميتهم العادية، الاي كي اي ديالهم ما حفظتهم في البيان، تصير خلاص عالية عليا. كنت حلو بالفوضى، فهمتي انا كنت مادام انا مازال ما كنشوفش داكشي اللي بغيت لا في حياتي لا في حياة دارنا لا في هذا، يعني اوتوماتيكمون ما غاديش نكون مزيان. الحمد لله في هذا رمضان هذا اللي فات كان كاع داكشي اللي كنت كنحلم به، زعما نديرو لدارنا ولا وبزاف ديال الحوايج وقعوا، فهمتي عاد اللي قدرت انا نلقى واحد الشركه اللي زوينه اللي عطاتني داكشي اللي بغيت انايا بلي كلوز اللي بغيت انا، وخلوني مرتاح مع راسي، قدرت نوفر لدارنا كاع داكشي اللي خاصو، وداكشي غادي يكون وسيمسينا انه غادي يكون واحد الدوكيمونتير مع بوب الكاديري اللي سميتو بلوري، هذاك غادي يخرج حتى تسالي راه ان شاء الله ديك الساعه كنحاولوا نشوفوا كنحاولوا نكبروا داك الفيلم ديالو بصح، حيت صوروا فيه شي حوايج فريمون بيرسونيل بغيت نحركو هنايا، شي حوايج اللي عندهم علاقه بدارنا، فهمتي يعني شاف غيشوفوا واحد الحوايج اللي وقعوا في الجلوري عاد بعدا بغا يعرف علاش تسمى الجلوري وعلاش وقع على الجلوري. عندو علاقه ب سا ماجيستي، عندهم علاقه بليطا، عندهم كلشي ما كاينش اصلا، وما نكذبش عليكم هذيك لافير انا ما كنتش باغي نخرج نهضر، ما كنتش باغي ندير حتى شي حاجه، حتى مشيت عند القضيه دابا تحطات عند المحامي ديالي السي عبد الفتاح الزهراج، يعني داكشي مشى القانون خلى المخزن غادي يبدا القانون، فهمتي يعني انا كنتاخد القانون في القضاء ديال المغرب، يعني انا عارف ان داكشي كون كنت ديرو ما غاديش نمشي عندهم، وغير هما غيجيو يديروا لونكيت ديالهم. كما قلت لكم الدراري عاد جديد هذا شوف اخرى نيفو اخر، ماشي داكشي ديال الانستغرام داكشي ديال ادسن داكشي ديال التخربيق. المهم خليكم على القرص اليوم، كما قلت لكم ما تنساوش نهار 4/6 جلوري غيتحط كامل، وتستناو اليوم لا كونفيرونس عندي في لاشين ديالي، حيت فيها بزاف لعيبات من غير هذاك المواضيع الخاويه اللي وقعوا، فهمتي كاينين بزاف ديال لي سوربريز غيعجبوكم.